تعرف على تفاصيل وفاة الشاب خالد في حادث سير خلال احتفالات رأس السنة بدبي. تلاحق نجم الراي الجزائري الشاب خالد شائعات الوفاة بين الحين والآخر، حيث تداولت عدد من الصفحات الجزائرية خبر وفاته في حادث سير في دبي بعد إحيائه احتفالات رأس السنة لعام 2021. وكشفت مصادر مقربة أن الفنان الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير، وهو حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات. وجاء رد الشاب خالد بنشر صور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير انستغرام، وهو يستمتع بوقته في مدينة دبي الإماراتية بجانب إحدى السيارات الرياضية. وأحيا الشاب خالد حفله نهاية ديسمبر الماضي مع المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي، وسط حضور ضخم من الجمهور الذي تفاعل مع أنغام الموسيقى والألعاب النارية التي غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل، معلنة الافتتاح الرسمي لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذي تنظم دائرة دبي للسياحة دورته 25 هذا العام لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة. ولم تكن هذه هي المرة الأولى، ففي شهر أبريل الماضي لاحقت الشاب خالد شائعة وفاته بفيروس كورونا، الأمر الذي استهجنه الفنان الجزائري مستنكرا انتشار مثل هذه الأخبار في المواقع العربية. يذكر أن الشاب خالد بدأ أولى أغنياته في سن مبكرة، ففي سن 14 شكل خالد أول فرقة تحت اسم فرقة الخمسة نجوم، وقد سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم تريغو ليسي، وكان للتغيير الكبير في موسيقى الراي أثر في تشجيعه على التقدم في وقت مبكر ليصبح أشهر مطربي الراي دوليا. ومنذ بداياته واعتمد ملك الراي لوك خاص به وعرف بشعره الكثيف والشارب. وولد الشاب خالد في وهران في 29 من شهر فبراير 1960، وبدأ حياته الفنية باسم الشاب خالد، وأصبح الأكثر شهرة بين الجزائريين وأخذ لقب ملك الراي.